السلام عليكم. إن شاء الله بدنا نكمل الجزء الثاني من مرحلة الديزاين. طبعا هنا في النقطة 10.3 بحكي لي handling persisting with a relational database، اللي هو كيف إمكانية تخزين البيانات بشكل دائم باستخدام قواعد البيانات العلاقاتية. طبعا هنا بحكي لي database management system، نظام إدارة قواعد البيانات. طبعا نظام إدارة قواعد البيانات بيستخدم واحد invent a schema that describes the data that we are going to store using data definition language. هنا بيستخدم DDL اختصار ل data definition language، يعني اللي هو تعريف الجداول، تعريف الحقول، تعريف العلاقات وهكذا. رقم 2 add remove and update the data in our database using a data manipulation language اللي هي DML. data manipulation language يعني لغة معالجة البيانات، من خلالها بستطيع اللي هو إضافة البيانات أو حذفها أو تعديلها في قواعد البيانات. رقم 3 retrieve the data from our database using data query language اختصار لها DQL، لغة الاستعلامات على البيانات اللي هو استرجاع بيانات معينة من قاعدة البيانات. طبعا الثلاث لغات بتستخدمهم نظام قواعد إدارة البيانات. الآن بحكي لي في عنا عدة أنواع متنوعة للداتابيز مانجمنت سيستم، نظام إدارة قواعد البيانات، منه الاندكس فايل اللي هو باستخدام نظام الملفات هيراركيكال بشكل هيكلي، نتورك شبكي، ريليشنال علاقاتي، اند اوبجكت اورينتد اللي هو الأشياء المعجهة. لكن عادة حيتم استخدام نوع Relational Database من هذه الأنواع. لو أجينا الآن بحكي لي The Relational Database is often used to store the data in a multi-tier internet system. The Relational Model has been chosen here because. طبعا هنا حيتم استخدام نوع قواعد البيانات العلاقاتية، وذلك للأسباب التالية. Relational Database are the most common لأنها أكثر شيوعا. All Relational Database support the same core model، كل أنواع قواعد البيانات العلاقاتية بيستخدم نفس النموذج اللي هو مبني على المعادلات الرياضية. بحكي لي أيضا All Commercial Relational Database Implementation support the same hybrid، كل قواعد البيانات العلاقاتية بتدعم اللي هو نفس اللغة الهجينة من DDL و DML و DQL اللي حكينا عنهم سابقا، اللي هي ممثلة بـ Structured Query Language SQL. فبنلاحظ نظام قواعد البيانات العلاقاتي دائما بدعم لغة الـ SQL اللي هي مدموجة في DDL Data Definition Language و Data Manipulation Language و Data Query Language، الثلاثة مع بعض بمثل SQL. أيضا بحكي لي Java has a comprehensive portable library for connected to relational database. أيضا Java بتكون مدعمة بمكتبة بحيث يتمكنها بالاتصال بقواعد البيانات العلاقاتية اللي هي يطلق مثل GDBC Java Database Connectivity، من خلالها إمكانية ربط جافا قواعد البيانات العلاقاتية. الآن بحكي لي في بعض الاختلافات من قواعد بيانات علاقاتية باستخدام اللي هو فكرة الـ SQL من لغة إلى أخرى، يعني مثلا مايكروسوفت أكسس مثال ومايكروسوفت والأوراكل، بتلاحظوا انه في اختلاف بسيط. يعني لو انا حبيت احول الداتابيز تبعتي اللي انا مخزن فيها بياناتي من مايكروسوفت اكسس الى الأوراكل، ممكن الاحظ بعض الاختلافات البسيطة تعتبر من disadvantage. على سبيل المثال with some database semicolon or option SQL statement، يعني بحكي لي بعض الـ SQL لغة الاستعلامات
بتستخدم في نهاية كتاب جملة الاستعلام سيمي كولون، وفي بعضها بكون optional لا يستخدم. أيضا you may find that you choosing database management system for several data types into one. For example, date time and timestamp. يعني بعض اللغات بتستخدم نوع البيانات date على حدة والtime على حدة، وفي بعض البيانات بتدمجهم في نوع واحد يطلق عليه اسم timestamp. أيضا some data type may not be supported by your database management system. في بعض أنواع البيانات بتكون مدعمة في لغة قواعد البيانات، وفي لغة أخرى بتكون غير موجودة. The number of bits devoted to a particular data type is not in the standard. على سبيل المثال انه بحكي لي حجم البيانات ايضا ممكن يكون مختلف. مثلا نوع البيانات انتجار ممكن يكون 16 بيت في Database Management System، نظام إدارة قواعد البيانات، وفي نظام إدارة قواعد البيانات آخر يكون حجمه 32 بيت. هذه الاختلافات البسيطة يجب أخذها في عين الاعتبار عند التحويل من لغة قواعد البيانات إلى أخرى. نيجي الآن Relational Model. طبعا Relational Model بمعنى الجدول. يعتبر الجدول في نظام قواعد البيانات هو العنصر الأساسي في بناء قواعد البيانات. طبعا Database Management System دائما احنا بنقسمها الى database system، تقسم الى database و database management system. database system القسم الاول منها database بمعنى قواعد البيانات، اللي هي عبارة عن مجموعة الجداول التي تحتوي على البيانات. لكن database management system نظام ادارة قواعد البيانات هي اللغة اللي من خلالها بنستطيع انشاء قاعدة البيانات وتعامل معها، زي الاوراكل، مايكروسوفت اكسس، اسكوال سيرفر، وهكذا. طبعا بحكي لي العنصر الأساسي في بناء نظام قواعد بيانات العلاقات هي اللي هو التابل. التابل زي ما احنا شايفين على سبيل المثال، تابل بيمثل الأدرس، هو مكون من مجموعة من الحقول، الأعمدة تمدد فيه مثل ID، الهاف، ستريت، كانتري، بوستكود، ومجموعة من السجلات. كل سجل بيمثل لي بيانات لأدرس معين. يعني هي عندنا السجل الأول اللي هو ريكورد، اللي هو الصف. الثاني بنسميه ريكورد، في عندنا 3 ريكوردز موجودين، وكل ريكورد بيمثل ايش؟ بيانات لايتم معين او لأدرس معين. طبعا التيبل في نظام قواعد البيانات هو العنصر الأساسي في بناء قواعد البيانات، ويجب انه يحتوي على حقل يطلق عليه اسم برايمري كي. برايمري كي اللي هو عدم تكرار السجلات في الجدول. نفترض انه لو انا الاي دي هنا مش موجود، طبعا الاي دي هنا يمثل البرايمري كي، ممكن الهاوس والستريت يتكرر لكن الاي دي لا يمكن انه يتكرر. على سبيل المثال لو جينا نمثل جدول يمثل بيانات طالب، لو حطينا الاسم والدرجة ممكن الاسم والدرجة يتكرر، لكن لذلك بتم إضافة حقل لا يمكن يتكرر اللي هو رقم الطالب. أو مثلا نستخدم رقم الهوية، أو نستخدم رقم الموظف على سبيل المثال جدول خاص بالإمبلوي، وهكذا. الآن بحكي لي كل نوع من أنواع البيانات، كل حقل من الحقول الموجودة أمامنا يجب أن يكون له عنوان، نوع بيانات خاص به. وفي عنا الفارتشار إكس اللي هي بتعتبر إكسترينج ماكسيمم إكس، يعني لو قلنا فارتشار 10 يعني طول السترينج حد أقصى 10. في عنا الانتجار، الديت، التايم ستامب، والبوليان للترو والفولس. فأنا لو بدي أمثل الجدول الموجود أمامي، فحيكون حنحدد ونعرف نوع البيانات للآي دي انتجر، بعد ذلك اللي هو الفارتشار اللي هو بمعنى وكأنه سترينج للهاوس والستريت والكانتري والبوست كود. الآن بحكي لي نيجي لموضوع الكيز. طبعا الكيز احنا بهمنا في عدة انواع من الكيز. في عنا السوبر كي، كانديديت كي، برايمري كي، فورين كي، كومبوزيت كي، لكن الخمس انواع حنقتصر الى نوعين هم اللي بهمونا في الموضوع، اللي هو البرايمري كي والفورين كي.
البرايمري كي هو حق الأساسي يوجد في كل جدول لا تتكرر قيمه ويستخدم لعدم تكرار السجلات في الجدول. الفورين كي هو حق الأجنبي بكون أصله برايمري كي في جدول وبكون أجنبي في جدول آخر يستخدم لعملية الربط، وهذا طبعا هنستخدمه في الأمثلة التالية لتوضيحه. الآن mapping an object model to relational model. طبعا هنا بحكي لي لكي نقوم طبعا بحكي لي عشان أميز الحقل، عشان أميز الحقل البرايمري كي عن الفورين كي عن باقي الحقول. عادة البرايمري كي بكون بولت أسود غامق، بالنسبة للفورين كي بتم إضافة بلاس بعد اسم الحقل لتمييزه. نيجي الآن بحكي لي mapping an object model to relational model. الآن على أساس إحنا نعمل عملية mapping تحويل الكلاس ديجرام إلى database أو relational model بمعنى إلى tables. طبعا هل نستخدم الكلاس ديجرام الموجودة في مرحلة الاناليسيز ولا في مرحلة الديزاين؟ طبعا هنا بكل بساطة بحكي لي هنا هنستخدم الكلاس ديجرام في مرحلة الاناليسيز والكلاس ديجرام في مرحلة الديزاين. الكلاس ديجرام في مرحلة الاناليسيز لأنه العلاقات أو اتجاه الأسهم ما بين الكلاس بكون غير محدد، يعني باي دايركشن أو أن دايركشن، وهذا بيجي مناسب لمفهوم التابل لأنه العلاقة ما بين تو تابل هي بدون اتجاه. يعني لو كان في علاقة بين تابل A و B بستطيع أن أصل من A ل B وبستطيع أصل من التابل B ل A، وهذا مناسب للكلاس ديجرام في مرحلة الأناليسيس. وأيضا حنستخدم الكلاس ديجرام في مرحلة الديزاين لأنه بلزمنا في التابل الحقول ونحدد أنواع الحقول، وهذا طبعا موجود تفاصيل هذه في الكلاس ديجرام في مرحلة الديزاين. نيجي عملية المابينج انتيتي كلاسز. عملية المابينج نيجي الآن للأسوشيشن. في عندنا طبعا الكلاس الموجودة عندنا بدنا نحولها إلى تيبل، والهدف من التيبل تخزين البيانات بشكل دائم. طبعا أنواع العلاقات في عندنا بالنسبة للأسوشيشن في عندنا 1 to 1, 1 to many, many to many. هنشوف كل نوع من أنواع العلاقات كيف عملية تحويله إلى تيبل. نيجي لل 1 to 1. في ال 1 to 1 هاي إحنا زي ما إحنا شايفين هاي مثال اللي هي علاقة الكومبوزيشن اللي هي علاقة تعتبر 1 to 1 كار موديل والكار موديل ديتيلز. طبعا بكل بساطة الملاحظين هنا بشكل هو عبارة عن الكلاس ديجرام في مرحلة الاناليسيز لأنه أشبه بالتابل. طبعا الكلاس بنحولها إلى جدول إلى تابل، هاي أنا كار موديل حولناها إلى تابل اللي يحتوي على نيم وبرايس. طبعا إذا الكلاس ما فيش فيه حقل مناسب إنه يكون برايمري كي فبنضيف الاي دي كبرايمري كي زي ما وضحنا في الداتابيز، يجب إنه كل تابل يحتوي على برايمري كي. طبعا هنا النيم والبرايس ما لا النيم ولا البرايس يصلح انه يكون برايمري كي لانه ممكن يتكرر، فبتم اضافة الاي دي. نيجي لكلاس كار موديل ديتيلز بنضيف ايضا تيبل اسمه كار موديل ديتيلز وبنضيف الديسكريبشن والانجن سايز والادفيرت والبوستر بتم اضافتهم. الان ولا حقل من الحقول الموجود امامنا في الكار موديل ديتيلز يصلح انه يكون برايمري كي، فبنضيف من عندنا اي دي على اساس كبرايمري كي. بعد ذلك العلاقة الموجودة عندنا 1 to 1، فكيف عملية الربط؟ بكل بساطة زي ما احنا شايفين في مفهوم الكومبوزيشن انه الكار موديل هيحتوي او هو الكومبوزر وهذا الكومبوزيت. فعند الكومبوزر باجي باخذ البرايمري كي في الكار موديل ديتيلز اللي هو الاي دي وبضيفه في جدول كار موديل كفورين كي كار موديل ديتيلز اي دي، هي الحقل الموجود امامنا. طبعا هذا برايمري كي وهذا يعتبر فورين كي، حقل اجنبي بالنسبه للكار موديل لانه هذا حقل تابع للكار موديل ديتيلز. وهذه هي عمليه الربط انه باخذ البرايمري كي من جدول وبضيفه كفورين كي في جدول اخر. طبعا هنا عاده في علاقه ال1 تو 1 بأثرش، لو اخذنا حقل من الكار موديل البرايمري كي وضفناه كفورين كي في الكار موديل ديتيلز صحيح
أو العكس، لأنه العلاقة 1 to 1 بشكل عام. طبعا في علاقة ال 1 to 1 ممكن نخلي ال 2 classes عبارة عن جدول واحد في حالة لو ما صارش في عنا null، وهذا يعني حنوضحه لاحقا. بتلاحظوا الآن كار موديل اللي هو على سبيل المثال 111 جري شادو برايس 19500، الكار موديل ديتيل 37، باجي عند 37 هنا بشوف بطبقها مع 37 بعرف الديتيل 7 اللي هو انجن سايد ديسكريبشن الموجوده هنا وهكذا. نيجي الان في ال 1 تو ماني. في ال 1 تو ماني علاقة ال 1 to many زي ما احنا شايفين بكل بساطة، بجيب الممبر هذا كلاس بحوله إلى تيبل وبحط نفس الحقول اللي هو number و encoded standing. الآن بنلاحظ إنه number يصلح إنه يكون primary key، ولكن عشانه من نوع string تمام، فيفضل دائما primary key يكون من نوع integer لأنه هو يستخدم عادة في عمليات البحث. فلو كان من نوع string حياخد يعني فترة زمنية أطول، لذلك فيفضل إنه إحنا نضيف primary key من عنا ID. نيجي الآن للكارت، ضفنا table الكارت سميناه كارت وضفنا له number type expiry date number type expiry date. الآن النمبر أيضا يصلح إنه يكون primary key لا يتكلم، لكن عشان من نوع string فيفضل طبعا هذا حيؤدي إلى إيش؟ بطء في عملية البحث لأنه عادة عن طريق البرايمري كي، فبضيف من عندي ID كبرايمري كي. الآن في الوان تو ماني عملية الربط كيف بتتم؟ هل آخذ البرايمري كي تبع الكارت أحطه في الممبر، ولا البرايمري كي تبع الممبر أحطه في الكارت؟ طبعا في علاقة الوان تو وان أنا مخير لأنه الطرفين وان، لكن في علاقة الوان تو ماني دائما باخذ البرايمري تبع الكارت وبحطه اللي هو عند الوان وبحطه وين؟ عند الماني. فبنلاحظ انه الكارت هاي البرايمري كي تبع اللي هو الاي دي اخذناه وضعناه وين؟ عند كحقل في جدول الممبر اللي هو الماني. فبتلاحظوا على سبيل المثال رقم 14، رقم 14 في عندنا هنا ايه اللي هو 2 ممبر اللي هو رقم 4 ورقم 2 زي ما احنا لاحظين 4 و2، ورقم 45 اللي هو عندنا ايش؟ رقم 11 المنبر رقم 11. فهذا يستخدم لعملية الرابط. طبعا كارد اي دي يعتبر هنا فورين كي، فورين كي. وهنا بتلاحظوا ايه؟ بنكتب بشكل ايتاليك للتمييز، والبرايمري كي كبولد للتمييز. فدائما في علاقة ال 1 تو ماني باخذ البرايمري كي من عند ال 1 وبضيفه عند الماني وليس العكس. الآن في الماني تو ماني، في الماني تو ماني علاقة الماني تو ماني طبعا الميك طبعا بضيف جدول اسمه ميك وبضيف الحقل الخاص ابو النيم، طبعا لا يصلح النيم لأنه ممكن يتكرر فبضيف برايمري كي اي دي انتجر. نيجي للكار موديل، هاي ضفنا جدول اسمه كار موديل يحتوي على النيم والبرايس، طبعا للنيم والبرايس يصلح يكون برايمر كي فبضيف من عندي اي دي. الان في عمليه الربط لانه العلاقه ماني تو ماني بنشئ جدول جديد بسميه اسم بدمج التو تيبل مع بعض، مثلا ميك وكار موديل فبسميه ميك كار موديل او كار موديل ميك، مش مشكله التسميه تمام. وبعد ذلك بجيب لي برايمري كي تبع الميك تبع الجدول الاول بضيفه هنا اللي اسمه ميك اي دي، وبضيف البرايمري كي تبع الكار موديل وبضيفه هنا في الجدول الجديد وسمي كار موديل اي دي. ففي الجدول الجديد طبعا ميك اي دي بتلاحظوا بتتكرر لا تصح ان يكون برايمري كي، والكار موديل اي دي 39 بتتكرر، لكن الاثنين مع بعض ما فيش عندنا تكرار، فحيكون البرايمري كي عباره عن الحقلين مع بعض، لانه بظبط البرايمري كي يكون حقل او اكثر. فهذه الحاله فحتكون العلاقه بين كار موديل والميك كار موديل الجدول الجديد 1 تو ماني، وبين الميك والميك كار موديل ايضا 1 تو ماني، فبتصير العلاقه بين الميك والكار موديل ماني تو ماني. يبقى في علاقه الماني تو ماني يجب انشاء جدول جديد
تمام وأسميه اسم يدمج التو تيبل الميك والكار موديل، وآتي بالبرايمري كي تبع الجدول الأول الميك أضيفه فيه في الجدول الجديد ميك اي دي، والبرايمري كي تبع الكار موديل اللي هو الجدول الثاني أضيفه في الجدول الجديد، وحيكون في الجدول الجديد التو داتا فيلدز عبارة عن برايمري كي في الجدول الجديد ببساطة. نيجي لعلاقة الاسوشيشن. في الاسوشيشن كلاس كيف بدنا نعبر عنها كتيبل؟ طبعا بكل بساطة الكلاس اللي هو الاسوشيشن كلاس بنحولها لتيبل، هاي اسمه ريزرفيشن، عملنا وانشأنا تيبل اسمه ريزرفيشن، بضيف النمبر والتايم ستامب، هاي النمبر تايم ستامب تمام. طبعا النمبر بضبط يكون برايمري كي، ولكن عشان من نوع string يفضل ان اضيف id من نوع integer بكل بساطة. طبعا هذا الجدول هيحتوي على car model id تمام، وعلى الكاستمر اي دي لانه حكينا هو حلقة الوصل، فلما نيجي نحوله لتيبل اكيد حيكون حيحتوي على كاستمر اي دي البرايمري كي تبع الكاستمر والبرايمري كي تبع الكار موديل، لانه من خلاله بتم الوصول الى التو تيبل. نيجي الان لموضوع الستيت، بحكي لي مابينج اوبجكت ستيت. طبعا حكينا انه كلاس ريزرفيشن بمر بمجموعه من الستيت اللي هي عندنا ويتنج، نوتيفايبل، collectible, needing renewal, installable and concluded. بحكي لي هنا طبعا هذه عبارة عن الحالات اللي بمر فيها object reservation. كيف حنمثلها في الداتابيز؟ بكل بساطة هي عبارة عن صفة، فهو عبارة عن حقل بتم إضافته داخل اللي هو class ريزرفيشن، بمعنى انه تبع الكلاس ريزرفيشن يبقى حيتم اضافة هذا الحقل في جدول ريزرفيشن. طبعا بحكي لي هدول عبارة عن مجموعة من السترينج، ممكن انا امثلهم بشكل انتجر اللي هو تسريع عملية البحث. الرقم الويتنج صفر، النوتيفايبل واحد، الكولكتبل اثنين، نيدنج رينيو ثلاثة، سربل اربعة، كونكلودد خمسة. يعني نعرف array of string ونبعث ايش ونخزن الاندكس، من خلال الاندكس بنستطيع انه نستخرج السترينج المناسب. فانا ممكن اضيف حقل بكل بساطه في جدول reservation زي ما احنا شايفين اسمه state، واضيف فيه الارقام، ممكن اخزنها string مباشره او ممكن اخزنها على شكل ارقام. ارقام صفر هنا بمعنى اللي هو الاندكس رقم صفر اللي هو حيمثل لي waiting، رقم اثنين صفر واحد اثنين اللي هو الكولكتبل، وممكن اخزنهم كسترينج مباشرة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية بحكي لي لا، أمثل كل ستيت على شكل تيبل، أمثل كل ستيت على شكل تيبل. على سبيل المثال waiting reservation وأضيف فيها reservation ID كبرايمري كي، بيحتوي على 97، بفهم انه 97 هذول عبارة عن waiting، واضيف كمان جدول اسمه collectible reservation واضيف فيه رقم واحد، نعمل مطابقة واحد معناته ايه حالة reservation اللي هي رقم واحد اللي هي ايش بتكون collectible، وهكذا. طبعا في عنا ست حالات، فهنا حنشئ ستة tables. ستة تيبلز. طبعا مين الحل الأفضل، أنشئ داتا فيلد حقل وأضيفه داخل الجدول ريزرفيشن، ولا أنشئ ستة تيبل؟ طبعا زي ما احنا شايفين كل ما قللنا احنا في عدد التيبل بكون أفضل في عملية الديزاين أوبتيمال. فهنا الأفضل بشكل يعني لحظي إنه أضيف داتا فيلد، ولكن في حالة من الحالات يجب انه انشئ التيبل مستقل اللي هو ستة تيبلز. متى هذا الكلام؟ في حالة اذا كان الستيت الها بيانات خاصة بها. نشوف الكلام هذا، لو اجينا هنا نفترض في حالة الويتنج بدنا نعرف متى صار ويتنج، لانه بعد اسبوع من هذا التاريخ يجب انه ايه تنتهي عملية الويتنج ويحتاج انه يعمل تجديد لعملية الويتنج لعملية الحجز. فهنا خاص لعملية
الويتنج تم إضافة حقل اسمه last three new date عشان من خلاله نستطيع نعرف إنه بعد أسبوع خلاص انتهت فترة الويتنج. أيضا الكوليكتبل إنه السيارة أصبحت جاهزة للحصول إلها اللي هو تحتاج إلى تاريخ الاستحقاق إنه أصبحت السيارة جاهزة لعملية الإيجار. طبعا بعد 3 أيام إن لم يأتي الزبون إنه يأخذ السيارة بترجع إلى المعرض. طبعا كيف حيتم إنه تم مرور 3 أيام؟ فيجب إنه وضع ديت خاص في الريزيرفيشن آي دي. الآن هذه البيانات الخاصة يعني last renew date هذه خاصة في الويتنج والديت بوت اي دي هذه خاصة في الكوليكتبل. الآن لو وضعنا البيانات هذه في نفس الجدول فأصبح طبعا هنا 3 نقاط على أساس ما فيش مساحة في الصفحة يعني هذه الحقول هذه مكملة لنفس الجدول. الآن بتلاحظوا انه في الحقل ريزرفيشن رقم 799 هذه عبارة عن الستيت ويتنج. هتلاحظوا هنا في اللاست رينيو ديت هذه الخاصة بالويتنج اخذت تاريخ، لكن في الديت الخاص بالكوليكتبل اخذت نل لانه هذا خاص بالكوليكتبل. نيجي للحقل السجل الاوسط رقم 1 لو مشينا عليه هتلاحظوا انه هنا الخاص بالويتنج فهيجي نال، لكن الخاص بالكوليكتبل اداني تاريخ. فبتلاحظوا لما وضعنا البيانات مع بعضها البعض في نفس الجدول ادى الى وجود نال وهذه مشكله. لذلك في حاله انه كانت الستيت الموجوده عندي ليس لها بيانات خاصة بها فيفضل وضع حقل تمام سواء كان من نوع سترينج أو انتجر في نفس التابل. ولكن إن كانت هذه الستيت إلها بيانات خاصة بها زي الويتنج إله تاريخ الانتظار والكوليكتبل إله تاريخ خاص به، لذلك يفضل إنه يتم وضع كل ستيت في جدول خاص بها على أساس ما يكونش في عندي أماكن تحتوي على نال. بكل بساطة نيجي للإنهيرتانس. طبعا علاقة الإنهيرتانس بشكل خاص هي علاقة عدد الملتبسيتي بيكون فيها مش موجود، ولكن هي باي ديفولت العلاقة 1-to-1 يعني النون ممبر أوبجكت من النون ممبر مرتبط مع أوبجكت من الكاستمر، والممبر أوبجكت من الممبر مرتبط مع أوبجكت واحد من الكاستمر، فهي العلاقة 1-to-1. فهنا كيف عملية المابينج؟ بكل بساطة كل كلاس موجود عندي هحولها لتيبل، فبصير عندنا كاستمر هاي التيبل الخاص به يحتوي على حقول نيم والفون والأمام ديو. النون ممبر طبعا هنا فيش حق المناسب يكون برايمري كي فضفنا اي دي. نفس الحاجة النون ممبر يحتوي على درايف لاينسز تمام اللي هو النون ممبر درايف لاينسز ما فيش حق المناسب يكون برايمري كي فضفنا الاي دي تمام. رقم رخصة القيادة لا يتكرر لكن عشان من نوع سترينج يفضل اني اضيف اي دي. و الممبر يحتوي على in good standing و النمبر، وطبعا ما فيش عنا النمبر عشان من نوع string فأضيف ال ID. الآن عملية الربط ال ID هو عبارة عن حقل مشترك للـ 3 tables. يعني ال ID هو نفسه primary key و foreign key هنا، هو نفسه primary key و foreign key هنا للثلاثة، فالاي دي مكرر للثري تيبلز. الآن لو شفنا الاي دي عندنا تمام اللي هو عندنا 4 و11 و2 هذول خاصات في مين؟ في اللي هو الكاستمر اللي هو عندنا ممبر. الأربعة 11 و2 بتلاحظوا هو خاص بيانات الممبر، وال33 خاصة في النون ممبر. يعني لو بدي أطلع بيانات النون ممبر بكل بساطة اللي هو ماري سميث الأماونت ديو 0 وهي الفون تبعه 33 بالطبق 33 وهي الدرايف لاينسز رقم رخصة القيادة الموجودة عنده.
والبيانات والثلاث سجلات الأولى اللي هي خاصة بالمنبر. يعني حبيت أطلع الكاستمر رقم 4 هيلين ميدا أمام ديو زيرو الفون، بنيجي نطابق هاي وجدنا مطابقة، وهي البيانات التفصيلية لإله للمنبر. طبعا كارد اي دي والادرس اي دي هذا عبارة عن ايه، فون كي من علاقات أخرى. الآن ممكن أنا أسأل سؤال، مدام العلاقة 1 to 1 في علاقة الانهيرتنس دائما 1 to 1، فإحنا حكينا في 1 to 1 ممكن نخليهم تيبل واحد، يعني كل 3 classes نخليهم في تيبل واحد، وممكن أفصلهم. حكينا في حالة إنه لو دمجناهم في تيبل واحد بكون أفضل، لأنه كل ما قللنا عدد التيبل كان أفضل في التصميم. ولكن إذا استطعنا أن نضيفهم في تيبل واحد وما يكونش في عنا نال، يبقى يفضل أن نخليهم في تيبل واحد. لكن إن وجد نال ساعتها يفضل أن أفصلهم. لو أجينا دمجناهم في تيبل واحد، بنلاحظ هنا إيش بتصير عنا. هاي عنا تيبل واحد ضفنا كل البيانات اللي هو الكاستمر. هذا تيبل واحد طبعا مكون الاي دي والنيم والاماونت دي وفون. طبعا 3 نقط يعني تكمله عشان ما فيش مساحه. نكمل على الجدول نمبر ان جود ستاندينج كارد اي دي ادرس اي دي ودرايف لاينز وكلاس. يعني كل الحقول الموجوده ل 3 كلاسز في علاقه الانهيرتنس حطيناهم في تيبل واحد. الان بتلاحظوا اول 3 حقول، أول 3 سجلات هذه خاصة ب زي ما حكينا في المنبر. فبتلاحظوا إنه السجلات الثلاثة عندي درايف لاينز إيش أخذت؟ نال، لأنه هذه درايف لاينز خاصة في النال منبر. في آخر سجل بنلاحظ اللي هو 33 ماري سميث اللي هو النال منبر، هتلاحظوا إنه بياناته هنا كلها أخذت نال، لأنه هذه بيانات والحقول خاصة في مين؟ في المنبر وليس الكاستمر. بس الدرايف لاينز بياخذ قيمة والباقي نال. وبناء عليه لما تم وضع كل الحقول الخاصة بالثلاث جداول اللي هو الكاستمر والمنبر نال منبر في جدول واحد، ظهر لنا حقول نال تمام. وبناء عليه اللي هو حجز أماكن بلا فائدة. لذلك عشان أتخلص من المشكلة هذه، فيفضل في الحالة هذه إني أفصلهم إلى 3 جداول وخلي البرايمري كي مشترك ما بينهم. في نهاية المطاف مطلوب منا في الجزء الثاني اللي هو إنشاء الداتابيز، في نهاية المطاف يكون عندنا الشكل الموجود أمامنا اللي هو على سبيل المثال أدرس، جدول أدرس هي الاسم، وبعدين بفتح قوس وبحط الاي دي كولون ونوع بيانات الانتجر الهاوس كوما الهاوس كولون ونوع الستريت طبعا كوما ستريت كولون ونوع فارتشار سترينج كهذا أقصى 99 والكانتري فارتشار 99 والبوستكود فارتشار 99 ونقفل القوس. هذا بيمثل لي التابل الأول. التابل الثاني الكار والكار اي دي، بتلاحظوا البرايمري كي دائما بولد والفورن كي مثلا الكار يحتوي على زي ما احنا شايفين هنا فورن كي اسمه كار ديتيلز اي دي، تم وضعه بشكل مائل اللي هو مربوط في الكار موديل ديتيلز عشان عملية الربط وإمكانية الوصول للبيانات من الجدولين. وهكذا مطلوب منا في المرحلة الثانية اللي هو إنشاء الداتابيز بالطريقة هذه بناء على عملية المابينج للكلاس دايجرام إلى داتابيز. وشفنا إحنا جميع أنواع العلاقات سواء كانت اللي هو الاسوشيشن 1 تو 1 او 1 تو ماني او ماني تو ماني وعلاقه الكومبوزيشن طبعا وعلاقه او كانت اجريجيشن بنفس الفكره. المهم انواع البيانات، زائد شفنا كيف عمليه المابنج لعلاقه الانهيرتنس والاسوشيشن كلاس. وهيك بنمثل جميع انواع العلاقات. فالمطلوب منا الكلاس دايجرام نعمل لها مابنج ونحولها الى ايش؟ داتا بيز. وهذا الجزء الثاني المطلوب منا في مرحله الديزاين، ونسميها داتابيز سكيما فور اي كود زي ما احنا شايفين. ويعطيكم العافية على حسن الاستماع.